عطاء كبش شرق أم كلثوم، يا ترى كان رد فعل ويسعدني يعني انه شاركت الحفله. تجربتك مع غناء ابتدت ازاي؟ طبعا انا من زمان بحبك دلوقتي، ما كنت صغيره يعني. طبعا لو كنت thank you.
ما دوبك دفعت لك بليات العربية تشكرين جدا على مقادرة التوفيق إن شاء الله يزيد من المتاحة.